أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولذلك لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قال: يا رسول الله، كيف أعلم أني قد أحسنت أو أني قد أسأت؟ فرد الأمر إلى ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال لك جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال لك جيرانك أسأت فقد أسأت. فهم يشهدون لك إما بالخير وإما بالشر.